متابعين معكم مشاهدينا، وصلنا لفكرة تيريا مع الدكتور ديزيري أزي. أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. You look fantastic by the way today. كثير لبت لك حمرة الحمرة. هيدي بدها شغل كمان. بدها شغل كثير تتقبلي في حمرة حمرة. شو ديزيري اليوم شو خبيتي لنا أخبار؟ اليوم حبيت نحكي شوي لأنه قطع علينا البريمير مي مش من زمان، من يومين. حبيت نحكي اليوم كمان عن الحيوانات اللي بيشتغلوا كثير، أوكي؟ الحيوانات اللي بيتعبوا حتى بس نحن يعني كمان نفكر انه بالطبيعه مش نحن لحالنا عم نشتغل وكل يوم نروح على الشغل، في غيرنا بالطبيعه بيشتغلوا كثير وما بعتقد انه بناخذ كريدت مش عم نقدرهم كفايه. مزبوط، يعني لازم كمان نشوف انه بالطبيعه طبيعيا في كمان كثير شغل بده ينعمل، وفي حيوانات كثير بالطبيعه بتتعب كثير حتى توصل للشيء اللي كثير حلو اللي بتعمله. اكيد اول حيوان حبيت احكي عنه اليوم هو النمل. النمل معروفين ومشهورين وبنستعملهم كثير نحن انه جيش، وبيشتغلوا كثير منيح وبنستعملهم بالمانجمنت كثير بالانتظام. مزبوط، يعني هن من الحيوانات اللي عن جد مذهلين. ليش؟ لانه النمل ما في عندهم باص، يعني ما حدا بيجي بيقول لك انه روح اعملي هذا الشيء هلا، انت بتعملي هيدا وانت بتعمل. منظمين بطريقه رائعه، ما حدا بيقول لحدا شو لازم يعمل، وكل شيء بيمشي بسلاسه. يعني هيدا مثل لسن للمانجمنت كثير قوي، انه مش على طول ضروري يكون في حدا عم بيقول لنا شو لازم مش نعمل، مش لازم ننطر غيرنا يقول لنا شو لازم نعمل. على طول فيهم يمشوا القصص بلا ما حدا يحكي مع حدا انه انت لازم تعمل. كل واحد يتحمل مسؤوليته عشان مزبوط يعرف هو شو اللي هو مسؤول عنه. مزبوط، يعني كمان حلو نعطي مسؤوليات، يعني حلو يكون في حدا مسؤول عن شغله ومش على طول نلاحقه نحن، يعني انه مش ضروري على طول يكون في سوبرفيجن. هو النمل، هلا النمل اكيد في كثير انواع من النمل بالعالم. الصوره اللي قطعت فرجينا نمله حامله ورقه وماشي فيها. هلا هيدي هي سبيسيفيك نمله اسمها ليف كتر. هيدي النمله بعد اهضم من بتقصها وبتحملها وبتمشي فيها وبتنزلها على بيتها، اوكي، على الفورميليار. بس تنزلها على بيتها مش اخذتها حتى تاكلها، يعني عاده النمل بياخذوا اكل المونه تبعه لتون. مزبوط، بيتركوا المونه تحت بيطعموا فيها الصغار وبياكلوا هن منها. هيدا الليف كتر عم تاخذها وعم بتنزلها لتحت على بيتها، بس مش حتى تاكلها، حتى تربي هي شامبينيون تاكل هالشامبينيون. يعني هيدول من الحيوانات القليلين اللي بيقدروا يعملوا زراعه. يعني عم تزرع كأنه شامبينيون تحت تاكلها هي، لأن هي منا قادرة تاكل البلانت، يعني هي منا قادرة. بس عارف إنه هيدي البلانت رح تطلع لها أكل. مزبوط، يعني هن اكتشفوا مع الوقت إنه أنا إذا نزلت هيدي الحشيشة وحطيتها بقلب بيتي رطوبة رح يصير رطوبة بتخمخم بيصير في شامبينيون وأنا بقدر آكل هذا الشامبينيون. فبتروح بتجيبه، كمان بينزلوا بانتظام كل يوم بيظهروا وبيرجعوا بيحطوا على نفس اللاين، بضلهم بيلحقوا بعضهم، يعني حتى يعني بيدلوا بعضهم كتير. أكتر شيء هن كتير سانسيب بيكونوا إنه واحدة بتخبر البقوة بصيروا كلهم لاحقين بعضهم، يعني مهضومين كتير. نحن بس نشوفهم بيتنا ما كتير منبسط، بس إنه هن مهضومين كتير إذا بتطلع عليهم كيف بيمشوا ورا بعضهم بخط ولاحقين بعضهم. مثل الجيش بيقولوا كمان إنه النملة بتحمل وزن أكتر منا بخمسين مرة. مزبوط مزبوط، يعني أنت إذا مثلا بدك تحط إكويفالنت تقريبا ولد صغير بده يحمل، يعني بده يحمل مثلا سيارة على ظهره ويمشي فيها، يعني بيحملوا كتير أكتر من وزنهم وبياخدوه. ويعني بيكونوا هن يلي حلو فيهم انه اذا في وحده استصعبت بتحسي انه بيجوا اثنين ثلاثه بيحملوا هو، يعني بيساعدوا حتى بطريقه انه ما حدا بيعيط للثاني، انه بيساعدوا بعضهم طبيعيا بطريقه سلسه كثير. هلا هيدي وحده من النمل اكيد اعتبره بليز لازم نعتبر لازم نتعلم شوي من اللي حوالينا. هلا في نوع ثاني من النمل كمان يلي هو الترميت، التيرمايتس. كمان التيرمايتس بعمروا بيوت كثير كبيره هلا بنشوفها، بس هن كمان بحبوا ياكلوا كثير خشب، اوكي؟ يعني ليكو مثلا البيت اللي هن بيقدروا يعمروه قد ايه حجمه، يعني هيدي السياره قطعه ماشي بيقدر يوصل لطابقين، يعني بنيه طابقين البيت هون تركينهم هون مثل محميه للنمل. مزبوط، هون طبيعي، يعني بهذا المحل في كثير تيرمايتس وعملوا هول البيوت. هلا ليش كثير مهم هذا الشيء وبنستعمله نحن كثير وبنتعلم منه؟ لانه التيرمايتس كمان هن بياكلوا كثير خشب، بحبوا الخشب، بس مش قادرين ياكلوه لحالهم، يعني كمان بحاجه لشامبينيون حتى يساعدهم حتى يشقفوا لشقف اصغر ويقدروا هن يستفيدوا منه. بس هذا الشامبينيون كثير يعني هيك مزعج وثقيل وبيكي نتفه، بحب انه الحراره تكون ما كثير بتفرق بين الصبح والنهار والشتاء والصيف. نيقه يعني نيقه، يعني اذا فرقت الحراره خلص انه بينزعج ما بيقعد يعمل شغله.
فنعمل كل السنة هول التيرمايتس بيضلوا كل يوم عم ينتبهوا الهواء من وين جاية حتى يحافظوا بقلب البيت على حرارة معينة حتى ما ينزعج الشامبينيو يقدروا هن يكونوا مرتاحين ويقدروا يأكلوا بالدنيا. أكيد هيدا الإكزامبل كتير مهم بالأركيتكتشر اليوم. يعني اليوم نحنا كمان عم نستفيد من هول العمال الصغار المهضومين حتى نحنا نقدر نعمر بيوت كمان يقطع فيهم الهواء بطريقة طبيعية وما نضطر كتير نحط أي سي أو نحط شفاج بالشتاء. يعني كمان هول إكزامبل أوف عمال هيك مهضومين وعم بيوصلوا لنا مساجات كمان صغيرة مزبوط للجرين بيلدينجز. هلأ حيوانات تانية أكيد في كتير منا نحل. نحل هن كمان شي كتير مهضوم نحن حكينا عنه قبل كمان النحل كل يوم عنده بيظهروا عندهم ظهره كل يوم الظهره تبعهم تقريبا 10 ساعات بالنهار وبهول ال 10 ساعات بيزوروا مينيمم يعني بين 50 و80 زهره. يعني عم تتخيلوا الشغل يلي بيتطلبه من نحله صغيره تتروح تعمل كزدوره صغيره وترجع على بيتها. ونحن لما بنشوفها اول شيء بدنا نقتلها مزبوط وبنخاف منها. ونحن 10 ساعات عم تخيلي انت عم تشتغلي 10 ساعات عم بتطيري 10 ساعات انه قادر يعمل هيدا الافور ويرجع ويعادي. يعني مش انه ثالث نهار يقول انا بدي اترك 10 ساعات مزبوط انه يعني عن جد طبيعيا يعني هو الشغل مفروض يجي ناتشرلي ويكون واحد يعني اكيد اذا مش مرتاح بشغله اتس نوت ناتشرال. هون هن خلقوا بهذا الشغل فبالنسبه لهم شيء طبيعي. الانسان لازم ديجا نحن اذا بدنا نشتغل شغله لازم نحس حالنا طبيعيا مرتاحين فيها. اكيد اللي طبيعيا ما انه مرتاح ما راح يقدر يعمل شغل ولا يعني ينتج انتظام ولا ينتج يعني. هلا حيوانات غير نحن سامعين عنهم كثير هو الكاستور. اوكي الكاستور كمان كثير بيشتغل يعني من الحيوانات اللي مش بس حربوقين واذكياء كمان بيشتغل كثير. يعني هو بيتنقل بين المي والارض والضفه يعني البر والبحر يعني مزبوط والمي بر ومي. هلا هو على البر حس هو انه في كثير انه في كثير خطر عليه في كثير بريدترز في كثير حيوانات غيره في عالم بيقدروا ياكلوا الاكل اللي هو بده اياه. اوكي سو هيدا الحيوان لانه انتبه على هيدي الشغله قال لا انا لازم لاقي طريقه ذكيه حتى احمي حالي. سو اكيد يعني اخذ معهم وقت هيدا الايفولوشن تبع القصص بتصير هيك. بس اخر شيء هو قرر انه ليش انا ما بعمر بيتي بقلب المي واللي شاطر وبيقدر يسبح يجي لعنده. يعني هيك قرر هو بما انه انا بسبح ليش ما بستفيد انه انا عندي هيدا التالنت وبخلي غيري انه يعملوا افرت تحت يوصلوا لعنده. وايفنتشلي اخر شيء يلي جاي يعني بده يتصيدوا لهذا الكاستر اذا مش قادر يسبح رح يستسلم رح يروح ينبش على شيء ثاني ياكله. وهيك هو قدر يحافظ على حياته وقدر. بس اكيد الحلو فيه انه هيدي الصوره يلي شفناها البراج اللي بيعمله هو يعني بيجيب خشب من اليابسه وبيحطهم بقلب النهر. واكيد هول قد ما بيقدروا يكونوا كبار يعني ايام بيكون 500 متر 600 متر بيكون طوله. بعدين بيقدر هو يعني حتى ايام نقدر نشوفهم من الفضاء نحن يعني مثلا يلي بيكونوا عم بيطيروا بالسيارات وعم بيصوروا حتى بنقدر نشاهم من الفضاء لانهم كثير كثير كبار. يعني بيتعب حتى يحمي حاله. بس كمان من الحيوانات اللي بيشتغلوا كل يوم كل يوم. بعد في حيوانات تانية بدنا نحكي عنها بخصوص هالموضوع بركن بنتابع الاسبوع المقبل. الله يرضى معك ديزيري ازي اهلا وسهلا فيكي.